قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمرا طارئا للمانحين عقد يوم الأحد تحديدا لدعم لبنان بعد انفجار بيروت، وتلقى تعهدات بنحو 298 مليون دولار منها مساعدات إغاثة فورية. وأضاف المكتب أن تلك التعهدات لن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية أو مؤسسية أبدا. وأشار القصر إلى أن تعهدات أخرى متعلقة بالدعم طويل الأمد ستعتمد على تغييرات تنفذها السلطات اللبنانية. وتعهدت قوى عالمية أيضا من خلال المؤتمر الطارئ للمانحين الذي عقد يوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة، كما تعهدت أيضا بأنها لن تخذل الشعب اللبناني أبدا. وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة سياسية ومالية واقتصادية قبل انفجار المرفأ الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته 158 شخص تقريبا، بالإضافة إلى آلاف الأشخاص الذين تضرروا والذين تشردوا بسبب هذه الجريمة. وطالبت الدول الأجنبية بالشفافية بالدرجة الأولى فيما يتعلق باستخدام المساعدات، خشية أن تكتب شيكات على بياض لحكومة يصفها الشعب بأنها غارقة بالفساد. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المساعدات يجب أن تكون سريعة وكافية ومتناسبة أيضا مع احتياجات الشعب اللبناني، وأن تسلم مباشرة للشعب اللبناني بأعلى درجات الفاعلية والشفافية أيضا. واستضاف ماكرون الذي زار بيروت يوم الخميس المؤتمر عبر الفيديو، وحث في كلمته الافتتاحية الدول المشاركة على تنحية خلافاتها جانبا ودعم الشعب اللبناني، وقال إن الأمم المتحدة يجب أن تنسق الاستجابة الدولية في لبنان. واشتمل عرض المساعدة أيضاً على دعم إجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت، ودفع الغضب الشعبي بسبب الانفجار بعض اللبنانيين إلى الدعوة لانتفاضة للإطاحة بزعمائهم السياسيين. والآن قدم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته واستقالة حكومته الكاملة إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت وإثر تصاعد الغضب الشعبي وارتفاع حدة الضغوط عليها أيضا. وجاء إعلان دياب بعد استقالة 4 من وزراء حكومته في وقت سابق، منها وزيرة الإعلام ووزيرة المالية وغيره. بالإضافة إلى ذلك حابين نستضيف ضيفة جدا مميزة، حيث شهدنا العديد من المشاريع والشركات الناشئة التي تقوم بدعم المتضررين في لبنان وتحديدا عم نشهدها في المنطقة العربية.